مشاهدينا الكرام، لمتابعه ردود افعال الجماهير العراقيه بعد الفوز الكبير للمنتخب الوطني على ايران، ينضم الينا عبر الهاتف من ساحه التحرير الناشط المدني علي عزيز. اهلا بكم سيد علي. بدايه بالكمامات، ابطال العراق يفوزون على ايران في الوقت القاتل، كيف كان رد الفعل الاول بساحه التحرير بعد فوز المنتخب العراقي على ايران؟ والله اولا السلام عليكم. وعليكم السلام. ثانيا اجواء نصر، اجواء احتفالات. طبعا والله العظيم يا اخي احنا اليوم لو نفوز على المنتخب البرازيلي لو الارجنتيني ما راح نحتفل بهالطريقه هاي. لا. الفوز على المنتخب الايراني وهذه الاحتفالات العفويه للشعب، هذا كله دليل وعي الشعب الى انهم هذا البلد الاكثر اللي ساهم بتخريب بلدي وتخريب بنيتي التحتيه، وهو اللي ساهم بعمليات القتل الممنهج اللي تتمارسها حكومتنا ضد ابناء هذا الشعب الثائر المنتفض. هذا نصر كبير لنا، وفرحه جدا كبيره لنا. طبعا على فكره هذا النصر الثاني اليوم، النصر الاول انتصرناه صباحا عند ساعات الفجر الاولى لما حاولت القوات الحكوميه ان تقتحم ساحه التحرير اتيه من ساحه الخلاني، ولما استطعنا ان نوقفها ونرجعها الى ما كانت عليه. الشوارع شوارعنا والساحات ساحاتنا، والنصر نصرنا والفوز فوزنا، وهذا ملعب وذاك ملعب وين ما تردون نلعب. كيف تلقى المتظاهرون الالتفاتة التي قام بها اللاعبون بلبس الكمامة والإشارة بلبسها بعد إحراز الهدف الأول؟ ما هي الكمامة اليوم صارت هي الإشارة اللي نأشرها للمجتمع الدولي بأنه يا مجتمع الدولي يا عالم يا كون، هذه الكمامة نلبسها حتى نحمي نفسنا من غازات وسموم الدولة، حكومتنا تقتلنا. وهذا اللي نريد نوصله. أبناء المنتخب العراقي هم أبنائنا، هم كلهم كانوا ويانا بساحة التحرير وعلى جبل أحد، وياما وياما من عندهم إجوا والتقطوا صور ويانا ومن جبل أحد. نعم سيد علي، قبل قليل تحدثت عن ارتكاب القوات الأمنية مجزرة في ساحة التحرير لفض المظاهرات وهزمت من المتظاهرين، والليلة يفوز المنتخب العراقي المتضامن مع المتظاهرين كذلك على إيران، كيف يمكن قراءة هذه المفارقات في يوم واحد؟ احنا البارحة وجهنا نداء باسم اعلام الانتفاضة، اعلام انتفاضة تشرين، وجهنا نداء البارحة بيان، ندعينا الناس الى الحضور بكميات كبيرة والتجمهر مساء الخميس مساء اليوم. هذا البيان ما راق للحكومة طبعا، فرادت تقوم بعملية استباقية، بعملية مباغتة، وأن تجي تحاول أنه تسوي عملية توعد هاي الانتفاضة. ودخلوا علينا من ساعات الفجر الأولى، من الساعة 6 صباحا بلشوا بإطلاقات رهيبة للغازات السامة. انطينا 4 شهداء اليوم احنا بين ساحة الخلاني وجسر السنك، انطينا 4 شهداء اليوم، والحمد لله والشكر بقينا بمواقعنا، والقوات الحكومية هي انسحبت وهي تقهقرت، لان احنا اراده الشعب هي اقوى، يعني الاراده الجماهيريه الشعبيه لابد ان تنتصر على الاراده الحزبيه. نعم. توقيت هذا الفوز، ماذا يمكن ان يقدم للمتظاهرين في هذه الاوقات العصيبه التي يعيشونها في ساحات التظاهر؟ احنا الان نريد شيء واحد بس، نريد انه نفرح لانه عندنا الامنا اللي موجوده بداخلنا واوجاعنا واهاتنا اللي نعبر عنها بالمظاهرات وبالانتفاضه اللي صارت، وهاي حكومتنا زادت من الامنا لما قتلتنا وطينا ما يقارب اليوم احنا من بدايه الانتفاضه من 1 تشرين لحد اليوم عدد شهدائنا فاق ال 500 شهيد. نعم. فاق ال 500 شهيد، يعني صرنا نخجل نضحك نخجل نفرح، الحمد لله دخلوا الفرحه رغما علينا دخلوها بقلوبنا. يا اخي احنا عايشين احنا بحاله موت جماعي، موت جماعي نعيشه كل يوم احنا بساحه التحرير وساحه الخلاني بمناطقنا ببغدادنا. نعم. سيد علي، اللجنة المنظمة للتظاهرات دعت إلى مليونية يوم الجمعة، برأيك إلى أي مدى سيؤثر فوز المنتخب الوطني وتضامنه مع المتظاهرين في أعداد المنضمين للمليونية غدا الجمعة؟ هذا الفوز راح يعطينا حافز، راح يعطينا قوة، راح هذا الفوز يعني هذا اليوم الفوز قدر أنه يجمعنا من جديد. يعني بصراحة أنا ما أخفي كثير، إحنا هاي الأيام الأربعة الخمسة اللي مضت الناس صارت تخاف تجي لساحة التحرير، تخاف تتجمع نتيجة عمليات القتل الممنهج اللي كان الغاية منها هي أنه يشتتون المظاهرة. لكن اليوم كانت ترى مليونية، كانت اليوم في ساحة التحرير، ولحد الآن
مليونية بساحة التحرير، وغدا مليونية أكبر إن شاء الله. سيد علي، عادل عبد المهدي ظهر في مقطع وهو يتحدث مع رئيس اللجنة الأولمبية لكرة القدم واللجنة الرياضية بشكل عام، يتحدث ويساند باتصال هاتفي، يحاول أن يظهر أو يظهر أنه مساند للكرة أو كرة القدم في العراق. يعني منذ متى والمنتخب العراقي مساند من الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال؟ يعني دائما ما نرى اللاعبين يشكون حالهم، يشكون مأساتهم في المنتخب الوطني بلا اهتمام بلا اكتراث. اليوم يظهر عادل عبد المهدي أو في هذا التوقيت ليظهر نفسه أنه مساند وداعم للمنتخب الوطني؟ والله السيد عادل عبد المهدي الرجل ماذا يعرف يتصرف نهائيا، يعني ماذا يعرف يعني فشل امنيا ويانا، كتن ادانا، اعطى الاوامر القوات بذبحنا وقنصنا من 1/10 ولغايه اليوم. اليوم يريد يشيل تليفون ويخابر، يريد يبين نفسه انه دا يطلع شويه بوجه ابيض ويبين انه مهتم للرياضه. سيدي لحد اليوم ولحد هاي اللحظه اتحاد كره القدم كله موجود بالمحاكم العراقية، تخيل لأي مرحلة الكرة العراقية صارت بالمحاكم. اتحاد كرة القدم أي اهتمام بالرياضة؟ منتخبنا ما عنده فلوس، ما عنده فلوس تكت طيارة يسافر بيه اللاعب، ما عنده فلوس أوتيل ينام بيه، ما عندنا أي اهتمام إحنا بالرياضة. ولذلك إذا تشوف هذا كله بجهود وغيرة اللاعبين، والله العظيم هاي بس الغيرة العراقية هي اللي بدها تصنع الفوز. حملت الاحتفالات سواء كانت في محافظة النجف على سبيل المثال وتحديدا أو في محافظات أخرى هتافات يشار بها إلى أن الفوز اليوم لم يكن فقط على إيران، كان على الحكومة. على ماذا يدل هذا الهتاف وهذه الأهازيج التي خرجت من العراقيين في احتفالاتهم؟ ما هم العراقيين يعني هم شعب العراق، يعني عايش بالعراق، يعرف اللي يصير كله، يعرف الحكومة اللي عندك تأتمر بأوامر إيران، وما شاء الله جنرالات إيران رايحين جايين يعطون التعليمات والتوجيهات لقمع الانتفاضة. فالعراقيين ما يخفى عليهم هذا الشيء، هذا الشيء لم يعد بسر. يعني شوف الأمريكان مثلا من قالوا قبل يومين يدعون إلى انتخابات مبكرة، كل الحكومة تهجمت ورؤساء الأحزاب تهجموا. زين انتم وين كانت غيرتكم لعد لما يجون جنرالات من ايران ويجتمعون فيكم ويعطوكم خطط امنيه لقمع المتظاهرين؟ مع العلم احنا ولدكم وابنائكم، يعني يا اخي مهما يكون عندنا اكو شيء واحد يجمعنا بيننا وبينهم، ان هاي اللهجه اللي نتكلم بها احنا. في سؤال الاخير لك سيد علي، ما الرساله التي توجهونها الى المتظاهرين في ساحات التظاهر المختلفه في المحافظات العراقيه؟ احنا نبارك لكل ابطال محافظات العراق، كل ابطالها، خصوصا بابل، اشتار الثوره، شوف هذه بابل الحضاره، نبوخذنصر وحمورابي، شوف هذه المدينه الوحيده اللي التزمت بدرجه مطلقه بدرجه 100% بالعصيان المدني. نبارك لبابل وثوار بابل واهل بابل العراقيين الوصلاء، نبارك لابطال الناصريه وميسان والديوانيه والبصره، هاي المحافظه البصره اللي عانت الامرين. نبارك لكل المحافظات العراقية المنتفضة الدائرة، ونطالب المحافظات الأخرى بالتوجه إلى ساحاتهم والمشاركة معنا بتظاهرات حاشدة في محافظاتهم. أما نحن في بغداد وفي ساحة العز والشموخ، أيقونة الثورة، ساحة التحرير، نحن باقون ومرابطون، والله العظيم لا نتحرك إلا جثث أو منتصرين عليهم. وللمفارقة سيدي، للمفارقة إذا تسمح لي أخذ دقيقة واحدة من وقت البرنامج. شوف قبل يومين انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عملية اختطاف لواء تابع لوزارة الداخلية وسط بغداد بمنطقة الجادرية، وهو لواء وعنده حمايته وياه وسيارته المصفحة، اختطفوه من وسط منطقة الجادرية اللي هي لبة بغداد. شوف لأي مرحلة حكومتنا يطلع رئيس الوزراء اليوم يوجه خطاب للخاطفين، يوجه خطاب للخاطفين من اجل اطلاق سراح هذا اللواء. يا اخي رئيس وزراء، انت تخاطب خاطفين؟ عندك اجهزتك؟ انت عندك اجهزتك؟ روح الحقهم، جيبهم. طيب انت ليش ما وجهت نداء للي خطفوا النشطاء وقتلوهم؟ ليش ما وجهت النداء؟ شيء ثاني، اليوم عندك وزير الدفاع، اليوم وزير الدفاع العراقي يقول وزاره الدفاع والدوله العراقيه لن تستورد قاذفات الاطلاقات الغازيه ولا قناني الغاز. طيب من بده يضربنا اخي؟ من بده يضربنا؟ وزير العدل العراقي يقول بالمؤتمر، يقول احنا اكو بعض التصرفات الفرديه من قوات الامن اللي تسببت بقتل المتظاهرين. طيب تصرفات فرديه 500 قتيل؟ يا اخي ما هذا التشرذم بالحكومه؟ يا اخي ما هذا التشرذم؟
يعني حافظوا على ماء وجهكم، استقيلوا خلاص، احنا العمليه السياسيه برمتها نرفضها، ما نريدكم بعد. سيد علي عزيز عبر الهاتف مساحة التحرير الناشط المدني، شكرا جزيلا لك.